السلام عليكم، حياكم الله. أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله غادي نحاولوا نبداو بروغرام داير بصح، بروغرام قاسح وكونس وكليغ، ماشي قاسح بزاف ولكن غادي يكون غادي وداي يقصح شوية بشوية. دونك اون فا إيسايي دتر سيريو. إن شاء الله راه غادي يكون تحسن في ظرف أقل من شهر، غادي يكون واحد التحسن اللي كبير إن شاء الله. الحصة الأولى غادي تكون عبارة عن أونديرونس بوندون إين أور ديس، الحصة الثانية غادي تكون عبارة عن بي بي جي بريباراسيون فيزيك جينيرال، هي غادي نخدمو ساعة ديال بي بي جي، ثم غادي نتبعوها لي كوت 800 فوا 200 متر، شي بلاصة تكون يعني اونتر 35 جوسكا 40 دوجري ديال لابونت. غنتبعوها بطبيعة الحال فرق ديال 3 دقايق فوا 10، وغتبعها واحد الرولاشمون ديال 35 حتى 40 دقيقة، شوية عليك الانسان يرتاح مزيان ويدير لي سوبليس مزيان. لغد ليه نهرسو هادوك لي فارتليك ديال 3 دقايق بلي فارتليك ديال دقيقة فوا 20 مرة. نبدي رولاشمون 35 دقيقة، والحصة الأخيرة في السيمانة غادي تحاولو ديرو إن شاء الله واحد السورتي تكون لي بغيت ديال 17 كيلومتر. نتمنى تصيفطو ليا لي ريزولتا ديالكم. تبارك الله عليكم، السلام عليكم.